وصلت اليوم القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة إلى وادي الطرف التابع لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء. تتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً.